البوند لينس هي اللي فسرت لنا التلاتة ستراكشر دول، اللي خلتنا نقول ان البنزين بالمنظر ده مش كده او كده. بس تعالى نفهم الموضوع اكتر، تعالى نقلب الصفحة. لما نيجي نتكلم عن جزئية البوند لينس، لو احنا مثلا جينا رسمنا البنزين رينج بالمنظر ده كده، تمام؟ المنظر ده كده معناه ايه؟ معناه ان في عندي جوه حلقة البنزين نوعين من الروابط، في رابطة هنا اللي هي دي، الرابطة دي هي رابطة سيجما، رابطة سينجل بوند او سيجما بوند، تمام؟ لكن في نفس الوقت الرابطة اللي بعدها دي هي رابطة باي او رابطة دبل بوند، اللي بعدها سيجما، اللي بعدها باي، اللي بعدها سيجما، اللي بعدها باي، وهكذا. ففي عندي ثلاثة سيجما بوند وثلاثة باي بوند، تمام؟ طيب في حاجة احنا عارفينها في الكيمياء، ان كل ما قوة الرابطة بتزيد كل ما طول الرابطة بيقل. بمعنى يعني لو جيت خدت مركب مثلا في السيجما بوند اللي هو ده، زي مركب مثلا الإيثان CH3 CH3 مثلا، وجيت اشوف طول الرابطة دي، الرابطة دي سيجما بوند، فبتكون الرابطة دي طويلة، بيكون طولها تقريبا 51 انجستروم، 1.5051 انجستروم، تمام؟ ده طول الرابطة. في حين لو جيت شفت مركب عنده دبل بوند سي دبل بوند سي، ادي اتش 2 وادي اتش 2 اللي هو الايسين، المركب ده الرابطة بقت اقوى لان الترابط بقى هنا باي بوند، يعني رابط برابطتين، هنا كان رابط برابطة واحدة، فالترابط الأقوى يخلي طول الرابطة يقل، فطول الرابطة هنا 1.34 انجستروم، 1.34، تمام؟ طيب لما نيجي نرجع للبنزين، احنا قلنا عنده 3 سيجما بوند و3 باي بوند، فكان المفروض لما اجي اقيس الروابط بتاعت البنزين رينج دي الاقي ان هو عنده نوعين من الروابط، في روابط طولها اللي هي السيجما هيبقى قريب من 1.5 انجستروم، وفي روابط اللي هي الباي هيكون طولها قريب من 1.34 انجستروم، تمام؟ لكن لما جم يقيسوا بقى طول الروابط اللي هو البوند لينز بتاع البنزين، عملي ازاي؟ باستخدام جهاز اسمه الاكس راي، اشعة الاكس راي. الجهاز ده بحط فيه مركب البنزين يقدر يقيس لي طول الروابط بتاعته. لقوا ايه بقى لما جم يقيسوا؟ عملوا لقوا ان الست روابط طولهم متساوي ايكوال، وكلهم طولهم بيساوي كام؟ ولا هو 51 ولا هو 43، ده في النص ما بينهم، 1.39 انجستروم، 1.39 انجستروم. وخلي بالك الستة كلهم متساويين. فمن هنا بقى قال لك ايه؟ يبقى اذا البنزين ما ينفعش ارسمه كده بس، تمام؟ ليه؟ لان زي ما احنا قلنا من شوية، عشان خاطر الريزونانس ممكن الرابطة الدبل دي تيجي هنا، والرابطة الدبل دي تيجي هنا، والرابطة الدبل دي تيجي هنا، فأقدر أرسمه بالمنظر ده كمان. بدل ما دي كانت باي هخليها سيجما، ودي كانت سيجما هخليها باي، ودي بعد كده باي، ودي باي. يعني ممكن في نفس الوقت اللي الرابطة دي أهي الطويلة دي هنا باي، في نفس الوقت بتكون سيجما، لان البنزين مش موجود في الشكل ده بس ولا في الشكل ده بس، تمام؟ عشان كده قال لك ايه؟ يبقى احنا لما نيجي نرسم البنزين نرسمه بالمنظر ده كده، ادي حالة البنزين اهي، الروابط دي ولا ينفع ارسمها سيجما ولا ينفع ارسمها باي، ما ينفعش ارسمها لا كده ولا كده. امال ترسمها ازاي يا عم الحاج؟ قال لك هنرسمها انها رابطة ونص كده، اللي هي رابطة في النص ما بين السيجما والباي، فبنرسمها رابطة منقطة كده. عشان كده لما بنيجي نرسم البنزين بنرسمه في دايرة منقطة هنا، معناها ان انا بقول ان كل الروابط دي زي بعض، وكل رابطة منهم هي رابطة ونص تقريبا، يعني لا هي سيجما بس ولا هي باي بس، ده هي حاجة في النص ما بين. وده الشكل النهائي اللي بنرسمه للبنزين، اقدر ارسمه كده او اقدر ارسمه كده بالطريقة دي، دايرة كاملة بالمنظر ده، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا منين البنزين بيترسم بالشكل ده، عرفنا عن طريق قياس طول الرابطة. لما جينا نقيس طول الرابطة في البنزين، لو هو كان كده بس
او كده بس، كنا هنلاقي في عندي 3 روابط سيجما و3 باي. لكن هو لو كده يبقى لازم يكون الست روابط زي بعض. ولما جينا قسنا عملي لقينا ان الست روابط زي بعض وطولها في النص ما بين السيجما والباي. لا هي سيجما فيبقى طولها 51، ولا هي باي فيبقى طولها 1.34، لا ده هي في النص ما بينهم طولها 1.39. تمام، ده كده بالنسبة لجزئية البوند لينث واللي استفدناه منه. طيب تعالى نرجع تاني كده، خلصنا كلام عن البوند لينث، تعالى نتكلم عن الهيت اوف هيدروجينيشن اللي هي الاتش 2 تفاعل الهدرجة، وكمان هناخد معاه الهيت اوف كومبشن الحرق. هما الاتنين نفس الكلام هنقوله، يعني اللي هنقوله هنا هو نفس الكلام اللي هنقوله هنا. طيب تعالى نفهم ايه موضوع الهيت اوف هيدروجينيشن ده، واستفدنا منه ايه في موضوع الاستابيليتي بتاع البنزين. لما نيجي نتكلم عن الهيت اوف هيدروجينيشن، يا اما اكتبها كده هيدروجينيشن، يا اما اكتبها اتش 2 اللي هو تفاعل الهضم. تمام، ايه التفاعل ده يا سيدي؟ تعال نفترض مثلا ان انا عندي سايكلوهيكسيد اللي هو حلقة سداسية وفيها رابطة واحدة باي، وجيت فعلتها مع ال H2 اللي هو تفاعل الاديشن اللي احنا قلنا عليه من شوية، بضيف عليه H2 في وجود طبعا الروم تمبريتشر والبريشر عادي، بيكسر الرابطة الباي دي ويضيف هنا H وهنا H، فيقوم مديني بالمنظر ده كده. تمام، بالمنظر ده كده اللي هو مين؟ اللي هو بقى السايكلوهيكسان، سايكلوهيكسان ده سايكلو هيكسين بالاي لانه جاي من الالكين، ده بالاي لانه جاي من الالكين. التفاعل ده هو تفاعل اكزو ثيرميك. يعني ايه اكزو ثيرميك؟ يعني تفاعل طارد للحراره، بيطرد حراره، اكزو ثيرميك طارد للحراره. تمام، طيب التفاعل الطارد للحراره ده بيطلع لي حراره قيمتها قد ايه؟ لو انا عندي رابطه باي واحده زي المثال بتاع السايكلوهيكسين، بيخلي الدلتا اتش اللي هي قيمة الحرارة اللي طالع سالب 120 كيلو جول برمول. تمام، واللي هي بتساوي 28.6 كيلو كالوري برمول، سواء اشتغلت بوحدة الجول كيلو جول برمول او كيلو كالوري برمول، الاتنين طبعا وحدتين لقياس الطاقة او الحرارة اللي ناتجة بالتحويل ما بينهم، مش دي قصتنا دلوقتي. المهم انك تبقى عارف ممكن اقيسها بالكيلو جول هتبقى 120 او بالكيلو كالوري تبقى 28. تمام، يبقى التفاعل بيعمل ايه؟ بيطرد حرارة. جميل، طيب لو جيت خدت بقى مركب اللي هو سايكلو هيكسا داي، حطيت هنا دبل بوند وهنا دبل بوند، بقى عندي 2 دبل بوند في المركب. تمام، وجيت عايز اضيف عليه الاتش 2، هحتاج كام جزيء من الاتش 2؟ عندي هنا رابطتين باي، يبقى هحتاج 2 مول من الاتش 2. المول الاولاني هيكسر الرابطه الباي دي، والمول الثاني هيكسر الرابطه الباي دي، هيضيف عليها اتش واتش، ودي هيضيف عليها اتش واتش، فيقوم مديني مين؟ برضو السايكلوهيكسان. تمام، طيب هنا انا عندي رابطتين، يبقى التفاعل اكنه حصل مرتين، واحنا قلنا التفاعل ده اكزوثيرمي، يبقى الدلتا اتش بتاعته هنا هتبقى كام؟ ايوه مظبوط، ده كان سالب 120، يبقى ده سالب 240 كيلو جول بير مول او 57 كيلو كالوري بير مول. تمام، اللي هو ضعف القيمه اللي احنا عملناها هنا، عشان هنا كانت رابطة واحدة بس باي هتتكسر فبقت 120، هنا بقى رابطتين باي فبقت 240. صعبة الفكرة؟ طيب المفروض لو انا هكمل بنفس المنوال ده، لو انا هكمل بنفس الطريقة دي وجيت خدت البنزين اهو اللي عنده 3 روابط باي، طبعا هضيف عليه كام مول من الهيدروجين؟ 3 مول، لان عندي 3 روابط باي، بحيث يمسك كل رابطة باي من دي يكسرها، يضيف هنا هيدروجين وهنا هيدروجين، ويكسر دي يضيف هنا هيدروجين وهنا هيدروجين، يكسر دي نفس الكلام عشان يديني في الآخر السايكلوهيكسان بتاعي. تمام، المفروض ده كده عشان يحصل يطلع لي الانرجي كام؟ انا هنا خدت 3 مول، لما كان 2 مول 240، 1 مول 120، يبقى المفروض ده يبقى الدلتا اتش بتاعته
تساوي سالب 360. لكن لما جم بقى قاسوها عملي طلع القيمة دي مش مظبوطة. طلعت القيمة بتاعتي كام؟ طلعت قيمة الدلتا اتش سالب 208 كيلو جول بير مول، او اللي هي بتساوي بالكيلو كالوري 49.8 كيلو كالوري بير مول. طيب اشمعنى بقى ده اللي قيمته بقت مختلفة عن الاتنين اللي فوق دول؟ ده بقى راجع للريزونانس، لان البنزين عشان خاطر هو موجود في الريزونانس، فالريزونانس ده زي ما احنا قلنا من شوية بيخلي المركب مستقر اكتر. فمستقر يعني المركب ده مور ستيبل، مستقر. وطبعا زي ما احنا عارفين المركب المستقر لما اجي اعمل عليه تفاعل بيبقى صعب. صعب ليه؟ لان هو مركب مستقر، هو كده مستقر في حالته اللي هو فيها دي. فعشان اكسر الاستقرار بتاعه ده محتاج ان انا اديله طاقة، اديله طاقة عشان تكسر لي الاستقرار ده، تمام؟ فانا لازم المركب ده قبل ما احوله كده بديله شوية طاقة الاول. شوية الطاقة اللي انا بديها له دي بتكسر الاستقرار بتاعه، فتخليه بقى يبدأ يتفاعل. وبعد ما يتفاعل هو اصلا التفاعل ده طارد الحرارة، يعني بيطلع لي طاقة، فبيطلع لي قيمة الطاقة اللي هي قد ايه؟ 360. طب قد ايه الطاقة اللي انا محتاجها عشان اكسر الاستقرار ده؟ لو انا عايز احسبها احسبها ازاي؟ اللي هي هتبقى الفرق ما بين ال 360 ناقص ال 208. الفرق ما بينهم كام؟ اللي هو بيساوي 151 كيلو جول بير مول، او اللي هو بيساوي 36 كيلو كالوري بير مول. هي دي بقى القيمة اللي انا عايزك تحفظها، ان قيمة الاستقرار بتاعة البنزين 36 كيلو كالوري بير مول او 151 كيلو جول بير مول، تمام؟ يبقى تاني في الجزئية دي لما خدت دبل بوند واحدة وجيت كسرتها، التفاعل ده بيطرد حرارة، يعني بيطلع طاقة بقيمة 120 سالب 120 كيلو جول او 28.6 كيلو كالوري. عندي 2 دبل بوند هضاعف القيمة، عندي 3 دبل بوند كان المفروض اضاعفها مرة كمان فيبقى 360. لا ما تنساش بقى ان انت محتاج تديله طاقة الاول عشان تكسر الاستقرار بتاعه بقيمة 36 كيلو كالوري، وبعد كده هو هيقوم طارد لك بقى الطاقة بتاعة التفاعل ده اللي هي المفروض تبقى 360، بس طبعا هنخصم منها دي فهتبقى 208 او 49.8، تمام؟ عشان كده المركب ده عشان خاطر الريزونانس اللي بيحصل فيه فهو مور ستيبل، فعنده طاقة استقرار، وقدرنا نقيسها من هنا ان طاقة الاستقرار بتاعته اللي هي بتساوي كام؟ 36 كيلو كالوري بير مول. صعبة الفكرة؟ طيب نعمل بقى تركة صغنونة. لو انا جيت خدت مركب زي ده عنده 2 دبل بوند زي المركب ده كده، بس بدل ما الاتنين دبل بوند بعاد عن بعض كده هنخليهم الاتنين موجودين في كونجوجيشن او ريزونانس. زي ما احنا قلنا من شوية ان الريزونانس بعرفه ازاي، يبقى عندي رابطة دبل كربون متصلة بدبل بوند كربون، وبعد كده رابطة سنجل، وبعد كده كربون دبل بوند كربون. فاول ما الاقي المنظر ده اعرف ان المركب بتاعي موجود في عملية ريزونانس، في ريزونانس بيحصل، تمام؟ يعني ده زي ما قلنا دي هتاخد الالكترونات كده، فدي تجيب الالكترونات كده، ده بقى عنده الكترونات زياده سالب وده عنده الكترونات ناقصه موجب. طيب لو جيت عملت المنظر ده كربون دبل بوند كربون، بعد كده سيجما، بعد كده كمان واحده سيجما، بعد كده كربون دبل بوند كربون، هل هنا في ريزونانس ينفع يحصل؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لو دي جت تعمل ريزونانس كده ده لسه في واحده سيجما وبعد كده واحده باي، يبقى اذا ما ينفعش. يبقى عشان يحصل ريزونانس في المركب لازم يكون عندي دبل بوند سنجل دبل بوند دبل سنجل دبل. لو جيت بصيت هنا دبل سنجل سنجل دبل، لا ما ينفعش، تمام؟ طيب لما نرجع للمركبين دول هل ده فيه ريزونانس بيحصل؟ مفيش ريزونانس، ده دبل سنجل سنجل دبل، يبقى مفيش ريزونانس. طب هنا دبل سنجل دبل، يبقى هنا فيه ريزونانس يحصل. فده لما اجي اديله الاتنين اتش 2 كان المفروض ان هو يطلع سالب 240 زي المركب اللي فوق ده. ليه؟ لان ده عنده 2 دبل وده عنده 2 دبل. لكن طبعا ما تنساش ان ده كده عنده ريزونانس، وبما ان عنده ريزونانس يبقى مور ستيبل، وبما انه مور ستيبل يبقى محتاج طاقة الاول ياخدها
عشان تكسر الاستقرار بتاع المركب ده، وبعد كده يبدأ يتفاعل فيديني الناتج بتاع اللي هو السايكلوهيكسان. فهتلاحظ ان الدلتا اتش هنا قيمتها قلت عن هنا، هنا كانت سالب 240، هنا هتبقى قيمتها كام؟ سالب 232 كيلو جول بر مول، او اللي هي بالكيلو كالوري هتبقى 55.4 كيلو كالوري بر مول. تمام. يبقى لما اجي اشوف قيمة طاقة الاستقرار بتاعة الاتنين دبل بوند دول هتطلع قيمتها بكام؟ 8 كيلو جول بر مول، او اللي هي برضو هتساوي 1.8 كيلو كالوري بير مول. بس صعبة الفكرة. ده كده باختصار الهيت اوف هيدروجينيشن، ونفس الكلام اللي نقدر نقوله على الهيت اوف هيدروجينيشن نقدر نقوله على الهيت اوف كومبشن اللي هو تفاعل الحرق. تمام. اللي استفدناه من هنا ان احنا عرفنا ان عشان خاطر البنزين عنده ريزونانس، الريزونانس ده بيخليه مستقر اكتر، فالاستقرار بتاعه ده بيبقى ليه طاقة استقرار قبل ما يتفاعل، محتاج ان هو ياخد الطاقة دي اللي هي بقيمة 36 كيلو كالوري بير مول قبل ما يتفاعل. تمام. فده اللي بيقلل الطاقة الناتجة عن التفاعل في الآخر، اللي هي بدل ما كانت 360 بقت 208، أو بدل ما كانت 49.8، أو اللي هي 49.8 كيلو كالوري بير مول. صعبة الفكرة. طيب خلينا بقى نقول نقطة مهمة أخيرة هنا في الجزئية بتاعت الهيت اوف هيدروجينيشن دي، بس تعالى نقلب الصفحة. خلي بالك، عايزك تفرق بقى من حاجة مهمة. في عندنا حاجة بنسميها الأنيولين. تمام. الانيولينز دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن مركبات حلقيه فيها دبل بوند شبه بالبنزين كده، اكبر او اصغر. يعني مثلا لو جيت خدت حلقه رباعيه اهي، هعمل ايه؟ دبل سنجل دبل سنجل، في ريزونانس بيحصل زي البنزين اهو. حلقه سداسيه اللي هي البنزين، دبل سنجل دبل سنجل دبل. حلقه ثمانيه، ثمانية يعني حلقة فيها ست، يعني حلقة فيها 8 أضلاع. نزود معلش ده ضلع كده اهو، دي حلقة ثمانية. تمام. همسك دي مثلا دبل سنجل دبل، دي سنجل، دي رابطة اهي سنجل سنجل، بعد كده دي دبل سنجل دبل. الحلقة دي فيها 8 أضلاع بالمنظر ده، معلش نرسمها جنبيها عشان لو فيها لخبطة تبقى واضحة. ادي 8 أضلاع اهو، برضو هعمل ريزونانس بالمنظر ده، دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل. تمام. دول اللي بنسميهم الانوليز. ممكن بقى اكتر عن كده كمان، يعني بدل ما دي 8 اخليها 10 12، بيوصل لغاية 40 واكتر من 40 انولين كمان حلقة واحدة. مش ده موضوعنا دلوقتي، المهم بس ناخد الامثله دي. دول بنسميهم ايه؟ البنزين اللي هو عباره عن 6 كربون، فبيسموه 6 بتتحط بين قوسين انولين. تمام. طيب ده عندي 4 كربون هحطها بين قوسين يبقى اسمه 4 انولين، ده عنده 8 كربون يبقى هحطها بين قوسين 8 انولين، وهكذا. تمام. طيب احنا عايزين ايه بقى من الانولينز دول اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي؟ الجزئيه اللي هي بتاعت الاستقرار. لو انا جيت خدت اي مركب من دول وعملت له هيدروجينيشن، يعني مثلا تعالى ناخد ده نضيف عليه H2، هياخد كام مول؟ طبعا عنده 2 دبل بوند يبقى هياخد 2 مول عشان يديني السايكليك الرباعيه بالمنظر ده. البنزين طبعا زي ما احنا قلنا 3 H2، هياخد 3 مول عشان يديني السايكلوهيكسان. الثمانية انولين ده هياخد 4 مول لان عنده 4 رابط باي عشان يديني السايكلو اوكتا اوكتان. بالمناسبة ده اسمه ايه لو عايز اسميه؟ سايكلو عنده كم ذرة كربون؟ 8 يبقى اوكتا. كان دبل بوند؟ 1 2 3 4 يبقى تترا، والدبل بوند بنقول عليها اين، تتراين. طب عايز اسمي ده، هو عبارة عن سايكلو برضو، في عنده 4 كربون، ميس إيز جروب بيوت يبقى بيوتا، عنده كام دبل بوند؟ 2 يبقى داين، يبقى اسمه سايكلو بيوتا داين.
تمام. ده طبعا البنزين، وممكن اسميه اقول سايكلو هيكساتراين، عايز اسمي كده او كده مش هتفرق، بس طبعا هو الاسم الاشهر ليه طبعا البنزين. تمام، دي كده الثلاث مركبات بتوعي اهم. ده طبعا سايكلو بيوتان، سايكلو بيوتان مكون من 4 كربون، ده 6 كربون يبقى سايكلو هيكسان، ده 8 كربون يبقى سايكلو اوكتان. صعب الفكرة؟ طيب المفروض زي ما احنا بقى قلنا من شوية ان عشان خاطر ده عنده الريزونانس فيتحول من هنا لهنا بيحتاج كمية طاقة اللي هي 36 كيلو كالوري بير مول عشان اكسر الاستقرار بتاعه. تمام، لو جينا بقى نقيس بالمثل، هل ده هيحتاج برضو كمية طاقة اللي هي هتبقى الاتنين بس روابط عن 24 كيلو كالوري بير مول عشان عنده ربطتين باي، وده كده المفروض ياخد 48 كيلو كالوري بير مول عشان عنده 3 روابط، عنده 4 روابط باي. لا، وجدوا ان الكلام ده ما حصلش، وجدوا ان الكلام ده ما حصلش، كان المركبات دي ما احتكتش كمية الطاقة دي عشان خاطر تعمل تفاعل الهيدروجينيشن. ايه السبب بقى؟ مع ان دول عندهم ريزونانس زي ما احنا عملنا، يعني ده لو جيت اعمل ريزونانس دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل، وده برضو لو جيت اعمل ريزونانس ادي دبل سنجل دبل اهو بالمنظر ده، فالاتنين بيعملوا ريزونانس زي ما احنا عملنا في البنزين. فمن هنا بقى اكتشفوا ان السبب ما هوش بس الريزونانس، مش الريزونانس بس هو اللي بيأثر، ولكن اللي بيأثر مين؟ الاروماتيستي. الاروماتيستي، الاروماتيستي هي الحاجة المتحكمة في الطاقة دي. يعني لو المركب بتاعي اروماتيك، اروماتيك، يبقى اذا هيحتاج الطاقة بتاعت التوفير دي، يبقى اذا هيحتاج الطاقة بتاعت كسر الاستقرار دي. لكن لو المركب بتاعي نوت اروماتيك يبقى اذا مش هيحتاج الطاقة بتاعت كسر الاستقرار زي الاتنين دول. تمام، طبعا المركب ده هو نوت اروماتيك والمركب ده نوت اروماتيك، ايه السبب ليه دول مش اروماتيك؟ ده هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزئية اللي جاية كمان شوية اللي هي بتاعت الاروماتيستي، لما نوصل لها هنعرف ليه المركب ده مش اروماتيك. تمام، اللي يهمني دلوقتي ان احنا نبقى عارفينه، لو رجعنا للصفحه اللي فاتت كده، ان اللي بيوفر لي الطاقه في عمليه الهيت اوف هيدروجينيشن اللي هي ناتجه من الاستابيليتي بتاعه البنزين هو الاروماتيستي وليس الريزونانس. يبقى السبب الرئيسي عندي الاروماتيستي. طبعا الريزونانس هو جزء من الاروماتيستي، بس ايه، مش كل حاجه بتعمل ريزونانس بقول عليها اروماتيك، لكن كل حاجة اروماتيك لازم تكون بتعمل ريزونانس، وزي ما قلنا الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزئية بتاعت الاروماتيست. بس دي المعلومة اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي، ان الريزونانس هو حاجة مهمة بتعمل استقرار، لكن الناتج الطاقة اللي محتاجها المركب عشان يكسر الاستقرار بتاعه دي الطاقة الناتجة عن الاروماتيستي وليس الريزونانس. صعب الفكرة كده؟ طيب كده نكون خلصنا الجزء بتاع الاستابيليتي، هنبدأ بقى نرجع تاني للصفحة الأولانية بتاعتنا. كده خلصنا كلام عن المولكيولار فورمولا والاستابيليتي، هنبدأ نتكلم عن الاستراكشر بتاع البنزين في ال 3D أو في الفراغ، وهنشوف الشكل بتاعه عامل ازاي. نقلب الصفحة بقى.